صلاة عرفات، وهي مناسبة نؤكد فيها أن بلدية ناس ستظل تقدم كل ما في وسعها خدمة للمساجد والمحاضر، ولا يخفى على أحد العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الرزاني للعمل الإسلامي عموما والمساجد والمحاضر خصوصا، يعتبر بناء المساجد وتجهيزها وعمارتها وتحسين ظروف القائمين عليها من أئمة ومؤذنين من صميم برنامج وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، وما تجسده على أرض الواقع حكومة معالي الوزير الأول المهندس محمد الولاد. تمثل ذلك في عدد من الخطوات العملية التي مكنت الأئمة من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، ولعل من أبرزها رفع مستوى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى وزارة السيادة، واكتتاب مئات الأئمة والمؤذنين. يا السادة والسيدات، إن هذا قليل من الكلام ما تهتم به بلدية عرفات في التوجه لهذا القطاع الحيوي والهام، لأن برنامجنا يعتمد أساسا بالإضافة إلى التعليم على تعزيز مكانة هذا القطاع والرفع من مستواه في كافة المجالات. وفي الأخير أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.